اهلا وسهلا فيكم في كافري. هلا، قلت لك شيء تحفه حبيبتي. انا بساتك يا كابري. وللمره الثالثه اهلا وسهلا فيكم، كيف حالكم في نابولي ومتجهين الى كابري. بس مو معناها ان انا عيال كابري ابدا. كم بس الهات انسبريسو، والله لك انكم رعايا، المفروض تدوني فلوس فيها. احنا في فيري، الفيري هذا هو اللي بيوصل لكابري، ياخذ 45 دقيقة. الله على المنظر. لو شفت القزاز معفن بشكل مو طبيعي من المويه. معروف في كابري انه ما هي مدينة شاطئية لكن مدينة صخرية، وعليه البحر زي ما انتم شايفينه على الحجر. جزيرة من اعشق ومن احب الاماكن عندي، جدا حلوة، جدا جدا جميلة. هذه ثالث مرة انا اجيها، يعني شبه ان انا اعرف كل شيء فيها. فقط لمن لا يعلم، في كابري هنا نزح الملك فاروق. لما نسوي للاسف ده نزوح، ده انزحوني. مدينة رائعة، كل شيء فيها خطير، كل شيء ما هي مبالغة، كل شيء. شوفوا هذه التكاسي حقتهم، اوكي، شوف ايش مكتوب. حبيبتي انا من تكون، حبيبتي من تكون، حبيبتي حبيبتي انا. المنطقة الوحيدة اللي فيها رملة في كل كابري، تخيلوا دي بس. بالعادي هنا تلاقوا دائما كل دي المنطقة محكرة، داير ما يدور يخوض. ما أظن هذا مو موسمهم، جولاي يجوا. سبحان الله، هذه من ربنا، هذه الفتحات، هذه الجبال مع الخضرة، حاجة ربانية. شوفوا هذه جبال عادية، لكن لو تقرب منها شوية شوفوا القصور اللي في وسطها. شوف هنا أماكن سر كبير محدش يعرفه، يقول لك nobody know what happened in Capri, only in Capri. هذا الفتحة يسموها Arch of Love. طلع وقتها. شوفوا هنا كل اليخوت جالسين يلعبون. هذه اليخوت حقت بيع العالم، ما يجوا يسكنوا هنا، يسكنوا في اليخوت حقتهم، يمشوا يروحوا مش عارف ايه ويرجعوا ثاني. شايفين؟ شيء عاد شوف مين فيه. You did.
ثاني اهم نار في ايطاليا، هذه في الليل النار حقتها بتوصل الى 50 كيلو متر بعد هنا البلو كراتون. حلم ان انا اخيرا احاول اشوف لو وافقوا ممكن انا اطلع. هذا هو بلو كراتون، شوفوا قديش الزحمه، شوفوا تخرج من البوت حقك وتطلع لهذه الابواب عشان مره صغيره المره. برضو ما قدرنا ندخل، ليش؟ المره هذه الانتظار حق البلو كراتون ساعتين ونص، الله يسوقها عشان 3 دقائق يقعد ساعتين ونص، ليه؟ بطل عادي نرجع ثاني نبغى الحنان صح؟ التور جايد بيقول هذا كان المكان اللي ساكن فيه ملك مصر، يعني ملك فاروق. معلومة المستفاد أن كابري هي عبارة عن جزيرة 18 كيلومتر، كل شيء فيها رهيب، مطاعمها جدا رهيبة، كل شيء فيها يجنن. هي عبارة عن كابري وأنا كابري فوق، أنا كابري أنا ما أحبه. شوف الناس كذا يعني. المهم كابري تقدر تقعد فيها من 3 إلى 5 أيام تنبسط وتستمتع. الليل في كابري مو طبيعي، مو طبيعي. إن شاء الله يوم من الأيام تقعد 3 إلى 5 أيام مع نبع الحنان. قبل مبلغ معين تقدر تروح في هذه الزحمة، أوكي، وفي زي القاطرة تطلعكم إلى كابري فوق. إحنا we decided to make it different. قررنا ناخذ تاكسي. هي جو الكومفورت. المساحة الجميلة جدا في كابري. والحب والحنان. شوفوا هذا الطابور بس عشان الجلاد. هذا سوق السوريين حقه. من حبي للمحل هلا قلت لك شيء، شفت حبي قد ايه؟ في كابري السيارات كذا لازم، مستحيل تجيب سيارة أكبر من كذا نهائي. هذا المحل كارثوزيا ومن أحسن الأماكن لو حابب إنك تشتري كولونيا، عندهم كولونيات فقط في كابري من هنا. كابري مشهورة بالليمون، لازم هنا ليمون. ليمون. كل مطاعم كابري تقفل تفتح الساعة 7 واحنا ما عندنا وقت. والله جالس دورنا في الاخير ما عندنا غير البيرو. البيرو هذا هو اللي لممنا دائما بينمنا. That's the best way. That's the best way. هذه كافيه ريو، قهوة اسبريسو باردة. تحفة 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 مليون. تريو تحب تشرب قهوة؟ يفوت الكثير. دي اتسافر لها. يس اسمها كافيه تريو باردة. شوفوا واو.
اي مطعم في الدنيا، الخدمه والتعامل والحسن كذا، تحس الناس طيبين حتى لو كان الاكل مو لذيذ رهيبه. انا هنا ب 20 يورو تاكسي، المره هذه ب 2 يورو في باص، مقابل انك انت بتدفع 2 يورو ممكن تقعد تنزل تحت واقف. بساتك يا كابري كده. شوفوا قديش المساحة ما بين الطريق، شوفوا كله كده، كله حكي مستحيل الواحد يسوقين مستحيل. كابري هذه ثالث مرة بقولها، جزيرة ولا أحلى ولا أجمل، ثلاثة خمسة أيام حقها فظيعة فظيعة فظيعة، هذه أنا أنصح فيها بقوة. نصيحة مرة مهمة في كابري، دريس تو امبرس، هذه أنتوا فهموها، مو فخامة لكن اللبس هنا تحفة. وشيء مهم، 20 نوفمبر كابري شبه إنها تقفل، تفتح في مارش، يعني من نوفمبر لمارش ما في كابري إلى الباقي. أهلا وسهلا، هذا الفورمال حقنا اليوم. ها إيش؟ مو بس يا خلاص، ايه والله من جد والله، ولا فينا حتى الفورم. المهم اليوم اخر يوم تصوير، فجلسنا في شوية صور صورناها كول. حقيقي ايام الفورمال دائما اللبس يكون جدا حلو جدا جميل، تحس الناس لبلي. من احلى الحاجات اللي هي تصير مفاجأة لما تشوف مباراة لايف. الاخرة في سبورت كافيه يقدم أكل لذيذ، مكان جدا 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 حلو، وهاشم ولدي جرب وقال الأكل فيه فظيع. مبروك مان يونايتد. حقيقي حقيقي ده المطعم مرة لذيذ، مرة 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 لذيذ، هو موجود في البورد ووك، لا يفوت. تشيكن وينجز وبرجر ممتاز. كلها للعيلة، يعني هذه كل العيلة كبار وصغار. كده يعني.